جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها مستمع يقول: الحائر في أمره الذي يبحث عن الطريق الناجح. سين عين أخونا له رسالة مطولة كتبها بأسلوب مؤثر. ملخص ما في هذه الرسالة أنه أصيب بمرض الوسواس وعمره يقارب 25 عاما، وحينئذ يبحث عن وسيلة تخلصه بإذن الله من هذا المرض. يذكر في نهاية الرسالة أنه كلما استمع إلى القرآن الكريم في الأشرطة أو في الإذاعات أنه يجد راحة نفسية كبيرة من هذا الموضوع. بما توجهونه وأمثاله شيخ صالح جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوسواس من الشيطان، الواجب عليه الاستعاذة من الشيطان. إذا حس بشيء من الوسواس أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به، بل يرفضه رفضا تاما ولا يضره بإذن الله. وعليه الإكثار من تلاوة القرآن والاستماع إليه، فإن ذلك يذهب عنه كيد الشيطان ووساوس الشيطان بإذن الله. عليه الإكثار من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، واستعمال الأوراد الشرعية الصباح والمساء. يكثر من الأوراد الشرعية ومن ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن ومن الاستعاذة من الشيطان، وسيزول عنه ذلك بإذن الله. اللهم نعم.